يقول: هل هناك أدعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟ أما عند الإفطار فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. والدعاء عند الفطر حري بالإجابة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالفطر حري بالإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فينبغي أن يستغل الإنسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد إن علمه، أو بغيره إن لم يعلم، وأما الدعاء عند السحور فلا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يدعو عند أكله وشربه في كل وقت بما جاءت به السنة، فيسمي الله تعالى في أوله ويحمد الله تعالى في آخره، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.